السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبإمكانكم مشاهدينا الكرام أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى لدينا، فقرة المقاطع المتداولة. أعلنت ميليشيات الحشد إحباطها ما وصفته مخططا لحزب البعث المحظور على حد وصفها في محافظات كربلاء، بابل، المثنى والقادسية، فيما أكد ناشطون وجود محاولات لخلق حالة من الرعب من قبل الأحزاب والترويج إلى أن تلك الأحزاب هي حماة الأرض، خاصة بعد تراجع شعبيتها فضلا عن حرف الأنظار عن الاقتتال فيما بينها. نشر أمن الحشد صورا لما قال إنها عمليات من قطعاته لحملات مداهمة، أو قامت بحملات مداهمة واعتقال طالت أساتذة جامعيين وناشطين وحقوقيين ورؤساء عشائر بنفس التهمة البعث. جاءت هذه الحملة بعد أيام قليلة من تغريدة مقتدى الصدر، اتهم فيها هو الآخر حزب البعث بمحاولة زرع الفتنة في الزيارة الأربعينية. تساءل ناشطون عن الأسباب التي تقف خلف هذا السيناريو الذي عدوه بأنه أسلوب إيراني مرتب مسبقا ومفضوح لقطع الطريق أمام مظاهرات تشرين التي يستعد لإحيائها العراقيون في ذكرى الثورة الثالثة. دعونا نشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام. أمام حضراتكم هذه الصور التي نشرت على أساس أنها العمليات النوعية التي قامت بها أو قام بها أمن الحشد أو ما يعرف بهذا التوصيف، وأنها ألقت القبض على قيادات بعثية أو أعضاء في حزب البعث المحظور، والهدف كان من هذه العملية هي درء خطر حزب البعث كما تقول الميليشيات عن الزيارة الأربعينية. هذه هي اللقطات التي ترونها مشاهدينا الكرام. الموضوع لم يقف عند هذا الحد. أدانت عشيرة المرمض اعتقال شيخها الشيخ إقبال دوحان بطريقة مهينة من قبل أمن ميليشيا الحشد بزعم التآمر مع حزب البعث لاستهداف الزيارة الأربعينية، رغم كونه مريضا ولا يمكنه الإبصار، أعمى. بدوره نفى الأستاذ الأكاديمي في جامعة الكوفة أحمد كاظم الشبيب، نفى أن تكون لزميله نصر الجبوري الأستاذ في كلية القانون بجامعة القادسية سابقا الكوفة حاليا أي صلة بحزب البعث، وذلك عقب اعتقاله من قبل أمن ميليشيا الحشد الذي يشرف عليه أبو فدك المحمداوي، وأشار إلى أنه كان ناشطا في تظاهرات تشرين عام 2019، ورجح أن يكون دعمه للتظاهرات هو السبب في اعتقاله بتهمة أنه بعثي. طبعا كانت مصادر مطلعة قد أكدت اعتقال الميليشيات كذلك للمحامي منعم مليوخ من منطقة أم الخيل وسط الديوانية مركز محافظة القادسية. هناك مجموعة من الصور أيضا لدينا مشاهدينا الكرام للأشخاص الذين اعتقلتهم ميليشيا الحشد بذريعة أنهم بعثيون. كل من يعارض هذه الميليشيات، كل من يقف ضدها بالرأي تقول عنه بعثي. سبق وأن اتهمت أحزاب السلطة شباب تشرين الذين لم يتجاوز أعمار بعضهم 17 عاما بأنهم بعثيون، وهم ولدوا بعد الاحتلال، ولدوا بعد الاحتلال، نكررها مرة ثانية. كيف لهذه التهمة التي أصبح العراقيون على دراية بها وبمن تلصق أن تصبح حقيقية، ويعتقد البعض بأن هناك فعلا وجود لحزب البعث، رغم أنه سن في عام 2005 قانون اجتثاث البعث. وقال بول بريمر سابقا الحاكم الأمريكي المدني في العراق بأن أنه ارتكب خطأ جسيما عندما سمح بإقرار هذا القانون، قانون اجتثاث البعث، وتسليمه إلى هذه الأحزاب بدل أن يسلم إلى القضاء، لأنه قال بأنه تم استغلاله سياسيا. إذن بول بريمر الحاكم المدني للعراق هو يعلم
أن هذا القانون عندما أقر، قانون اجتثاث البعث، الهدف منه كان ضرب الخصوم، ليس فقط القضاء على هذاك التنظيم في وقتها أو الحزب، وإنما هي شماعة تعلق عليها الأحزاب والميليشيات أي تهمة أو أي موضوع تريد أن أو أي تهمة تريد أن تلصقها بخصومها بمن يقف ضدها. دعونا نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. كابتن كرار يقول: أي شخص مهني ووطني ينعتونه باتهامات عدة، ونسوا أنهم عملاء لغير بلد وولائهم لغير وطن. نور تقول: والله عيب عليهم يستهدفون الكفاءات بحجة تخطيط لاستهداف الزوار، حكومة فاشلة، الله يفرج عنهم، تقصد عن الأبرياء. أم سلام تقول: ما يقدرون غير بس على الناس العزل والمسالمين حتى يبينون أنهم أقوياء، بس متوهمين وأغبياء، هذا يثبت أنهم اشقد ضعفاء وهشين. عندنا تعليق من علي حاتم يقول: كل شخص دعم ثورة تشرين جاي يعتقلوه بحجة دعم البعثية، مخطط واضح وعلني لتصفية كل المعارضين للدولة الحالية. طيب الآن حضراتكم تابعتم مشاهدينا الكرام أن أمن الحشد وهذه الميليشيات قامت بعمليات باعتقالات في سبيل درء الخطر عن الزيارة الأربعينية وعن الزوار الموجودين في هذه الزيارة. خلونا نتكلم على جزئية الزوار وتحديدا الإيرانيين. رئيس لجنة الزيارة وياي، طيب رئيس لجنة الزيارة الأربعينية في إيران مجيد أمير أحمدي أعلن عن إغلاق جميع المنافذ الحدودية أمام عبور الزوار الإيرانيين إلى العراق حتى إشعار آخر، ودعا الإيرانيين إلى إنهاء زياراتهم للعراق في أسرع وقت. وقال أحمدي إن سبب إغلاق الحدود جاء على خلفية ما سماها بالأحداث المقلقة التي وقعت على حدود الشلامشة ومهران التي تهدد سلامة الزائرين الإيرانيين. أضاف أن غياب الاستعدادات والإمكانيات لدى العراق في سرعة استقبال الزوار وسرعة عملية نقلهم وعدم كفاية التسهيلات تشكل مصدر قلق للجانب الإيراني على حد قوله. هذه التصريحات تزامنت مع تداول مقاطع مصورة لوصول وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي شغل منصب قائد فيلق القدس في وقت سابق، وصل إلى معبر الشلامشة الحدودي مع قيادات من العمليات المشتركة في العراق بحجة الإشراف على تدفق الزوار الإيرانيين. ركزوا، وزير الداخلية، في خطوة عدها مراقبون إشرافا مباشرا لتسهيل دخول مقاتلين من الحرس الثوري تحت غطاء الزيارة، في وقت بينت الصور دخول مجموعات بشرية كبيرة دون أن تحظى بتدقيق أمني من قبل الحكومة على الجانب العراقي، فيما أكد مراقبون أيضا أن جزءا كبيرا من الزوار يدخل بدون جواز سفر أصلا. خلونا نشوف. تسمح إيران لمواطن عراقي أن يدخل بهذه الطريقة دون أن يخضع للشروط والضوابط القانونية المعمول بها عالميا، دون أن يخضع للتفتيش، دون أن يخضع للتدقيق في الأوراق الرسمية، دون أن يخضع للشروط القانونية الموضوعة والمعمول بها بين الدول؟ كيف يسمح العراق أو تسمح الحكومة والأحزاب القائمة على العراق وأمن العراق من ضمنها أمن الحشد أن تدخل هذه المجاميع دون أن تخضع لتدقيق وتفتيش قانونيين؟ اللقطة مو هنا. خلونا نشوف الإيرانيين اللي يدخلون إلى العراق بدون جواز سفر، كما تؤكد بعض المصادر التي تؤكد أنهم تسببوا بعدة حوادث
كان آخرها حادث تهديم سياج مدرسة في محافظة كربلاء. عبر ناشطون وصحفيون عراقيون عن غضبهم واستيائهم من قيام موكب تابع لزائرين إيرانيين بهدم سور مدرسة في محافظة كربلاء. الهدف هو استغلال ساحة المدرسة للمكوث فيها بحجة الزيارة وأنهم مسافرين قادمين. طبعا قائم مقام كربلاء حسين المنكوشي قال إن أحد المواكب التابعة لإيران استغلت مدرسة إعدادية كربلاء للبنات في حي الحسين، وقامت بإدخال شاحنة الموكب إلى داخل المدرسة بعد أن هدمت السور الخارجي للمدرسة. وأكد أن الجهات الإدارية لا علم لها بموضوع اقتحام المدرسة، واعتبر هذا العمل انتهاكا لأملاك العراقيين وتجاوزا عليها. خلونا نشوف. وهاي قدامكم ضاعوا جاي يفوتون سياراتهم، يعني فلشيها صدق لا كذب ولا ابد ولا افتراء. ضاعوا هاي قدامكم بالتصوير. هاي مدرسة كربلاء للبنات. إعدادية كربلاء. قاموا بتفليش المقرنص ودخلوا السيارة بنص المدرسة. مدير التربية ما اعرف يدرب هاي التفاصيل، شوف هذا كله المقرنص وما فلشوه. وسووا عبارة منها للسيارة اللي تريلا ودخلت. زين احنا من نروح لغير دوله نقدر ايش نسوي؟ احنا سافرنا ما نقدر نفتح حلقنا. زين يطب يعني الزياره على عيني وراسي، خلي سيارتك بس ماكو داعي تفلش السياج. هذا السياج ليش فلشتوه؟ يا محافظ كربلاء تدري لو ما تدري كم رساله دزيت لك اني؟ ايش قد كم فيديو دزيت لك؟ نواب المحافظ اثنين دزيت لهم، قلت لهم يا اخوان ما يصير، عندنا 12 نائب بالبرلمان. يا اخوان ما يصير، والله العظيم احنا مو ضد الزياره والحسين ويا الزوار، بس اللي دي يصير مردنا. يعني هاي الفلوس، احنا هاي الفلوس ليش تروح؟ مو خصصوا اموال، مو خصصوا اكثر من 500 مليار، ليش يعني ليش هذا السياج ليش تفلش هذا؟ طيب امن الحشد بدل ان يفبرك هذه القصص ويسوي هاي المسرحيات اللي هي حزب البعث ما حزب البعث ودرء الخطر عن الزياره، خل يدرك خطر الإيرانيين المخربين الفاسدين مدمني المخدرات، وحنجي على هذا الموضوع بعد شوية. بدل أن يحاول حماية الإيرانيين اللي الله أعلم منهم اللي داخل حامل مخدرات ومنه اللي حامل سلاح ومنه اللي هو حرس ثوري إيراني، خل يحمي العراقيين بدل أن يفبرك هذه القصص وهذه المسرحيات الهزيلة اللي ملوا العراقيين منها، وهي قضية البعث وحزب البعث و خطر حزب البعث اللي هو انقرض أصلا من العراق. تعالوا نشوف مشاهدينا الكرام الإيرانيين. الحد لم يصل إلى هذا فقط، بل وصل إلى ما ستشاهدونه بعد قليل. الزوار الإيرانيين، لصوص، مدمني مخدرات وغيرها من هذه الأمور. لنتابع ما الذي رصدته كاميرات المراقبة في بعض المحال التجارية العراقية لزوار إيرانيين، منهم من سرق ومنهم من كان قد أفرط بتعاطي المخدرات. خلونا نشوف. هذا شوف وجهه من سحبت وجهه مبارك. شوف شلون باقي الطبلة، طبلة مع الفضيات كاملة كلها محابس فضة. الله لا يوفقه. مشاهدينا الكرام هذا المقطع كما تشاهدون، هذا السكير أو المدمن هو إيراني بحسب ما تداولته المصادر في مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤكدون أنه زائر إيراني تم إلقاء القبض عليه فيما بعد، وتأكد أنه زائر إيراني ثمل بهذه الطريقة غير متزن غير واعي بسبب المخدرات طبعا وبسبب الخمور التي تعاطاها في محل عراقي، بدل أن يحترموا المكان الذي فتح لهم بابه عنوة طبعا، جاءوا ليخربوا ليسرقوا داخل محل تاجر عراقي أو بائع عراقي، خرب، اعتدى على الناس بشكل لا أخلاقي ولا حضاري. خلونا نشوف التعليقات اللي جاءت بشأن هذا الموضوع. أسامة يقول هسه يجون الذيول يدافعون ويقولون سكران بحب الحسين. عندنا تعليق من أبو رهف يقول البلد بلدهم وهم أحرار بما يحلو لهم، كتهديم جدار مدرسة وقتل شاب وغيرها من الأمور، ولو هذه الأفعال تصدر من فرد عراقي في أرضهم لأصبح جسمه وروحه في خبر كان. أم مصطفى تقول هي هاي النماذج اللي دزوا لنا، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. وعدنا تعليق من خالد يقول أنا أتوقع هسه يعتقلون صاحب المحل والقوات الأمنية
لأن اعتدوا على الإيراني. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام، ويانا السيد أبو مروة من كربلاء، تفضل يا أبو مروة. السيد أبو مروة حياك الله. أبو مروة من كربلاء. أبو مروة تسمعني؟ شكرا جزيلا لك العزيز. حياك الله. أنا طبعا أعلن وبكل غضب استنكاري لهذا العمل الهمجي التتري. أخي أنا كربلائي. نعم. المدرسة اللي تتولى السيادة فهي مدرستي بالسبعينات، كان اسمها ثانوي الحي الحسين. ومن الثانوي النموذجية، وكم خرجت من أساتذة كبار رحمهم الله. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه العراق لا يمكن سيادة. بالله عليكم، أنا رسالتي إلى الحكومة المحلية وإلى محافظ كربلاء. بالله عليكم يعجبكم هذا، احنا مو ضد زوار. دير بالكم انا كربلائي لا قطع النفس. وانا مع زيارة الحسين، وماكو واحد ضد زيارة الحسين، لكن احنا ضد هاي الاعمال المشينة، الاعمال التكرية. البلد خايف. يعني انا كمواطن عراقي اقدر اروح اتلاعب باي بلد من بلدان العالم، او احمل علم عراقي وانطيح لغير دولة. وصير كارثة عليه. وين السيادة اللي تتحدثون عنها؟ سياج مدرسة يجي باسم موكب يفلشها؟ شنو هذا الحكي هذا؟ سيد ابو مروة، ليش كل سنة عندما يأتي وقت الزيارة الاربعينية نشوف الإيرانيين يدخلون إلى العراق من المنافذ الحدودية بشكل همجي فوضوي دون رقابة؟ وهذا طبعا اللوم لا يقع عليهم، إنما يقع على الجهات التي تدعي حماية الأرض والعرض. هذه الجهات الأمنية المعنية بحماية العراق وتأمين حدوده من الخارجين عن القانون، من تجار المخدرات، من عصابات الجريمة. ليش ما نشوف شدتهم مثل ما هم يسوون عمليات داخل العراق يقولون لحفظ الأمن؟ ليش ما نشوفهم على الحدود يمنعون هذه الفوضوية في دخول الإيرانيين؟ هذا السؤال من يا أخي، وماكو جواب. المواطن العراقي عنده الجواب أخي العزيز. يعني والله ما أعرف شو أعلق على هذا الموضوع. احنا نسأل هذا السؤال سيد أبو مروة، لأنه اليوم اكو منافذ اعلاميه، ذيول، ذباب الكتروني تابعه لهذه الاحزاب والميليشيات تبرر لهم وتدافع عنهم. فنسال نقول، اذا انتم تسوون هذه العمليات داخل العراق مثل ما تقولون، طيب ليش متحمون العراقيين من ذولا مدمنين المخدرات والفوضويين؟ انا عفوا انا دائما مواطن عراقي، انا ما اعتب على احزاب، انا ما له علاقه. أنا عندي حكومة عراقية، أنا عندي قائد عام للقوات المسلحة مسؤول عن كل شيء. أنا عندي وزير الزراعة، عندي وزير داخلية، أنا مواطن عراقي أطوع إلى حكومتي. نعم. يوم من الأيام على الحساب خطأ بسيط صار، حتى أرادوا المسافرين جماعتي أن يطيحون في سبيل أنا وزيع جوازي والطهران كان وجوازي موجود بالمجرات مال المكتب مالتهم، حتى ظلم سووها عليه. وهذا احنا نعتبر من حقهم دوله، اما انا اعتب على دولتنا. احنا وين دولتنا؟ وين؟ ليش هالفوضى هاي؟ والا انا العراق هو مضيق لكل العالم. فحياهم الله كل مواطن، كل مسلم يجي، الكل واحد يدخل بأدب، يدخل بأدب إلى العراق، أهلا وسهلا به. اللي يدخل بأدب وباحترام يحترم البلد ويحترم الشعب ويحترم القانون، أهلا وسهلا به. العراق دائما وأبدا كان مثل ما تفضلت حضرتك مضيف، لكن اليوم احنا مدى نشوف اكو أدب واحترام للعراق؟ مدى نشوف اللي دا يدخلون وخاصة الإيرانيين اللي يدخلون بحجة الزيارة؟ وكثير من المصادر تؤكد أن هناك ضمن هذه الأعداد حرس ثوري إيراني. ماذا يدخلون بأدب واحترام؟ يعتدون على الأملاك العامة، يسرقون، يرتكبون الجرائم، يعتدون على العراقيين،
تخيل في العراق وإيرانيين اعتدوا على مواطن عراقي أو مواطنين عراقيين، بعد ليش القانون ما يطبق عليهم مثل ما إيران تطبق القانون على العراقيين اللي في الداخل الإيراني؟ السرقات موجودة بكل الشعوب، أكو شعوب أكو ناس محترمين، لكن والله أنا اللي أغاضني هو الاعتداء على هاي المؤسسة العلمية مدرسة أنت تفلش بأي صلاحية بأي قانون بأي عرف على أي أساس؟ بعدين أنت ما تفهم الحسين عليه السلام يرضى أنه أنت تجي تخرب في العالم. سيد أبو مروة من كربلاء، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا. ويانا السيد أحمد من مصر، تفضل يا أحمد حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبحييك ناصر الرافدين والسادة المشاهدين الكرام، حياك الله. بالنسبة للجماعة اللي الزيارة بتاع الإمام الحسين عليه السلام والناس الإيرانيين اللي بخش العراق، أولا الشعب بالنسبة للعلاقات المصرية العراقية علاقات أخوية، والشعب العراقي كان بعامل الشعب المصري زين في العراق أيام الرئيس العراقي صدام حسين الله يرحمه. فإحنا العراقيين في مصر بالنسبة للعراقيين اللي موجودين في مصر عندنا ناس في 6 أكتوبر في حي الحصري، بشوف العراقيين هناك وناس في المنصورة وجميع المحافظات المصريه هم على دماغ العراقيين، لان العراقيين قدموا السبت احنا لو لحد في مصر، والشعب المصري شايلهم من على الارض شايلهم وقاعدين في مصر. ادخل في الموضوع سيد احمد لو سمحت. بالنسبه للايرانيين الذين يدخلون العراق، الناس اللي بتاكلهم وبتشربهم يعني بأولهم لايران، يقول لك ايران هي بلدنا وايران إيران انت روح إيران وهم شوفوا يعملوا معاك يعملوك ازاي، يعني هيأكلوك زي ما انت بتأكل الإيراني، هل هيشربوك زي ما انت بتشرب الإيراني، هيعملوك كويس. شفت انت صورت الست العراقية اللي سافرت العراق اللي سافرت إيران ساعة ما ضربوها هناك الست العراقية، فجبت اللحظة دي. لو عندنا في مصر كانت الدولة قامت معادي، اما عندكم للأسف الشديد بقول للناس اللي بتدافع عن ايران واللي انت بتقول عليهم زي ايران، يعني ازاي ان راجل بدافع عن دوله ثانيه وانا عايش في بلدي؟ يعني في مثلا عندنا في مصر بيقول اللي ماليش خير في بلده وماليش خير في حد، يعني انت ماليش خير في ابن بلدك، اما تاكل ابن بلدك اولى، يعني اما تاكل ابن بلدك وتعمل له اكل احسن من الغريب. فاحنا بنقول للناس ديت اتقوا الله، انتوا راجل ناس ابن بلدك اولى بيه. فبالنسبة للميليشيات المسلحة في العراق والسلاح المنفلت، فأنا كلمة بقولها لدول الخليج بالنسبة للسعودية والإمارات العربية المتحدة، الناس دي خطر عليكم، الناس دي لما وصلوهاش أوفكم الليبيا، ليبيا دولة لا حل، وبالنسبة لمصر أمنها القوم الليبي، ليبيا أمنها القوم، وإحنا على مسافة واحدة من الشعب الليبي ويحدد مصيره. فهم الناس ليبيا مش هتخطر عليكم زي الميليشيات في العراق. طيب فانتوا شوفوا لها حل. شكرا جزيلا سيد احمد. نعم وصلت الفكره، شكرا جزيلا لك للمشاركه. ويانا محمد من امريكا، تفضل يا محمد. السلام عليكم استاذ محمد، حيا قناه الرافدين البطله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك استاذ العزيز. استاذ محمد يا تقول لي الجيش هي ايران استاذ ايران كفيلك الله، جيش مقسوم نصين ويا النبي مقتدى هي ايران، وانا الدخله وكفيلك الله كلهم حرس ثوري ايراني، هم اللي يخربون البلد كفيلك الله. شوفوا عشان يسوون باكر راح يخربون للبلد كفيلك الله. اي احنا اليوم اليوم لما نشوف المسرحيه اللي نوصفت بانها مسرحيه من اغلب العراقيين، الموضوع مال العمليات ضد خلايا حزب البعث النائمه في العراق الموجوده وقيادات واعضاء من قبل امن الحشد، نسأل في المقابل أنه ذول الإيرانيين اللي دخلوا بالآلاف إلى العراق بدون تفتيش بدون رقابة، بعضهم حتى مشى الجواز سفر بحسب مصادر، ليش ما يتم التعامل وياهم بعقل أو عقلية أمنية بتدقيق بمتابعة ببوابات أمنية موجودة على الحدود تمنع دخول تجار المخدرات عناصر الجريمة حرس ثوري إيراني وغيرها من اللي هم ما داخلين لهدف زيارة دينية فقط، داخلين لهدف آخر وليس الزيارة الدينية، ليش هذا التناقض الأمني بالتعامل؟
فيها هاي مؤامرة كفيلة الله نطلع مقتدى يخطب. هذا الخامنئي فاشل الحين، شاف فاشل جاب على مقتدى قال له ترى حزب البعث هي لعبة، حسوا سووها لعبة، حزب البعث موجود بكربلاء راح يسوي بنبني هم ترى ما خايفين على العراقي، خايفين على الأجل على الإيراني كفيلة الله. دول الحشد الإيراني كل غيره ما عندهم، حتى العراقيين دول 70 إيران كفيلك الله غيره ما عندهم حتى على عرضهم غيره ما عندهم كفيلك الله. وقال يا حكومه يقولوا الحكومه الكاظمي، عم الكاظمي نايم فوق عجز ما ادري الكاظم كل شيء كل شيء يسوون يد الكاظم كفيلك الله. هم هذا ابو عمامه اهل العمام دول الوطخين قاعدين كربلاء والنجف كفيلك الله، هو استحلال ايراني كفيلك الله، لا زياره كفيلك الله حتى الاحتلال يحبونه. انا اقول لك اجيب لك اياها من الاخير، شوف الحسين متزوج وحده ايرانيه. تمام. شكرا سيد محمد من امريكا، اشكرك. علي من المانيا تفضل يا علي. السلام عليكم استاذنا العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله الشريفه الاصيله الوطنيه. اهلا وسهلا اخي استاذ العزيز الغالي. بالنسبه لهاي الملايين اللي قاعد تدخل، ورقم انه ايران قاعد تعلن ان الحدود مقفوله مسكره وقاعد تدخل هالملايين هذه، والأعداد بدون جوازات وبدون أختام وبدون دخول حاسبات وأفواج بسيارات قاعد تدخل، صدقني الموضوع مو موضوع زيارة أبدا، الشغلة مو مهم الزيارة. هسه لو عراقي يجي يدخل المطار ويجي يدخل من أي حدود والله لي يصلخون. شنو الموضوع العادة إذا مو زيارة؟ الموضوع بشغلة إنه، والإنه هي الله تعالى اعلم، الله اعلم وراها كارثه كبيره، وتذكروا كلامي وعيدوه بعدين. هاي الاعداد ما راح تطلع كلها، راح تبقى عشرات الالاف تحت سيطره الاطار وتحت اوامر الاطار وتحت معسكرات الاطار. هي صار بالعراق اثنين ما لهم ثالث، يا اما انت مع الاطار ايراني يا اما انت مع مقتدى صدر عراقي عربي اصلي. بس مقتدى الصدر سيد 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 علي سيد علي اسمح لي اسمح لي خلينا نتناقش بالنقطة الثانية اللي تفضلت بها. مقتدى الصدر ما لنا علاقة بموضوع عراقي مع عراقي وهالأمور، احنا نتكلم على جزئية انه هل مقتدى الصدر يمثل العراقيين في ظل التخبط اللي صار، في ظل اللغة الطائفية اللي دي يستخدمها في منشوراته الأخيرة اللي مدى يراعي بها التعددية والتنوع العرقي والمذهبي الموجود في العراق، يستخدم هذه اللغة باستمرار، اللغة الطائفية والنبرة الطائفية، المتذبذب بقراراته، المتخبط بأفكاره اللي ما عنده رأي ثابت. شلون هذا نقدر نقول للعراقيين تعالوا أوقفوا يا اللي نزل للشارع يا قاتل يا مقتول على قراره وعلى التغيير وسحبهم مثل كل مرة وقال عليها فرصة ذهبية ما راح تتكرر وسحبهم مثل ما صار قبل؟ هل يعقل احنا بعدنا اليوم نصدق بمقتدى ونصدق بالاحزاب اللي دا تحكم العراق صار لها 19 سنه حيصير 20 سنه؟ استاذنا العزيز الغالي كلامك ذهب وجوهري وحلو جدا جميل. تفضل. عزيزي الغالي هي ماكو حل، حل ماكو المصيبه، يعني انت وحدك ما تقدر، انت وحدك ما تقدر، احنا نقول اضعف الامور مع مقتدى، اضعف الامور مع مقتدى، ليش اضعف الامور مع مقتدى؟ لان مقتدى هسه يعني يدعي الوطنية، يدعي العربية، يدعي العراقية. ماكو سنة واحد ما يقدرون، لكان واحد ما يقدرون، لازم تصير إيد وحدة. أنا مو فزع مقتدى عنده أخطاء، وهو لو يريد بهاي الفترة الأخيرة لما دخلوا الشعب العراقي والمتظاهرين وكلها دخلت، حتى المسيح دخلت، الكرد، السنة كلها دخل الشعب، طيب. ماكو طائفات. لو يريد شاك نفسهم، شاك مسحهم. كان خلاهم كلهم شنو اللي منعه؟ شنو اللي منعه؟ شنو اللي منعه؟ هي هاي اللي احنا دايخين بيها، صدقني يا اخي. احنا هسه عندنا جروب بالالاف قاعد نسولف ونحكي بيناتنا. يعني من جميع الطوائف العراقيه ومن جميع المحافظات، احنا ليش انسحب؟ انت طبيت الخضراء، انت شتفهم كلهم، لومهم كلهم، عندك سرايا السلام وعندك بعد فصائل مسلحة وعندك الشعب سيد العراقي كله. سيد علي الحديث يتكلمون عن حقن دماء العراقيين، ولا كأنه هم اللي أوغلوا بدماء العراقيين صار لهم 19 سنة، وكل من عنده فصيل مسلح حمل السلاح وقتل مواطن عراقي. يتكلمون عن درء الفتنة وهم أساس الفتنة بالعراق. من اللي أخرج للعراقيين أو للنور شيء اسمه طائفية؟ العراقيين اللي عاشوا سنين سنة وشيعة بياناتهم ما حد يعرف هذا الشيء،
في زمن الأحزاب طلعت الطائفية للعلن وصار الحكي سني وشيعي، مو بزمن هذه الأحزاب، مو هم أهل الفتنة، مو هم أهل الفوضى. إيش بقى بالعراق اليوم مستقر حتى يقولون يا أما هذا الحكم يا أما فوضى؟ ليش هو العراق حاليا مو بفوضى؟ اللي دنشوفه الآن من فوضى أمنية موجودة وميليشيات تسيطر على الدولة وقرارها على أساس أنه هي ميليشيات ضمن القائد العام للقوات المسلحة وسلطته، وهم ما يأتمرون بأصغر أمر للكاظمي، بالعكس يتهموه ويريدون قتله ويفشرون عليه ويسبوه ويلعنوه. شنو هذا النظام الفوضوي ويقولون احنا لا ما نريد فوضى بالعراق؟ نعم صحيح كلامك، البلد تحكمها الميليشيات والبلد بيد الميليشيات، والدليل لما صارت المجزرة ذاك يوم بالخضراء الحكومة ظلت متفرجة، يعني مكافحة الإرهاب، الأمين، الشرطة، الداخلية، الاستخبارات ظلت بس تباوع، الجيش ظل بس يباوع، ما قدر يتدخل بين الميليشيات. ليش؟ ميليشيات خارجة عن القانون، السلاح بيدها أقوى من السلطة والدولة. إذا إحنا تحكمنا الميليشيات، بلد من الاحتلال لحد هاي الساعة كله بيد الميليشيات. أما رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، الوزراء ذولا عبارة عن مناصب هيش تمثيلية بس قدام الناس، والله طيب. ما بيدهم أي قرار. سيد علي أنا أشكر حضرتك، نعم وصلت الفكرة، شكرا جزيلا. الميليشيات هو كل من يحمل السلاح خارج إطار القانون، وفي مقدمة هذه الميليشيات التي لا تخضع ولا ترتبط بالسلطة بأي شكل من الأشكال هي سرايا السلام أو جيش المهدي التابعة لمقتدى الصدر. هذه ميليشيات رسمية، ميليشيات مفضوحة، مكشوفة، معروفة للجميع، وهي كما يصفها العراقيون جيش المهدي بالتحديد هو أساس أغلب الميليشيات الموجودة اليوم في العراق، ويتكلمون عن حصر السلاح بيد الدولة، ويتكلمون عن حقن دماء العراقيين ومنع الفوضى. كل واحد منهم زعيم لميليشيا، زعيم لفصيل مسلح، يأتمر بأمره بعيدا عن الدولة ويأتمر بأمر أطراف خارجية، ويتكلمون عن الولاء للوطن وحفظ العراقيين ودمائهم ومحاولة درء الأخطار عن العراقيين. أم علي من بغداد، تفضل يا أم علي. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، اللي قام بمقتدى الصدر كلها تمثيلية على الشعب، لأن هذول يدرون الشعب كاشفهم كلهم أصحاب ميليشيات، فسوى تمثيلية حتى بهاي الطريقة يقدر هو يصعد ويخلي بقية الميليشيات. أستاذ كل اتفاق هم كلهم واحد، بس سوى هاي التمثيلية حتى الشعب يتقبله، حتى مقتدى الصدر يقدر يحمي بقية الميليشيات. تعليقك طيب، يعني شوي نرجع لموضوعنا الأساسي، تعليق حضرتك على الإيرانيين تحت شعار الزوار اللي يدخلون إلى العراق، منهم حرامية، منهم مدمني مخدرات، منهم حتى كما تؤكد مصادر حرس ثوري إيراني لابسين لبس مدني على أساس أنهم زوار، شنو تعليقك على هاي الفوضى بدخول الإيرانيين كل سنة إلى العراق؟ أستاذ أقول له إحنا حكومة أو دولة بدون سيادة، إحنا ما عندنا سيادة، يعني الطريقة اللي يدخلون بيها ما تثبت أنه عندنا سيادة. السيادة يدخلون عندهم جواز سفر، تأشيرا أشر لهم، يأشر لهم السفير العراقي هناك بإيران، ومن يدخلون ناخذ مبلغ لقاء دخولهم، مو كتب يدخلون على العراقيين. دا يروح يسوي اعتقالات للثوار مع 2019 ثوار ثورة تشرين ويعتقلهم، ليش ما يبين عضلاته على الإيرانيين؟ أستاذ الإيرانيين يبدأ يخربون البلد ويعتقلهم، لكن دولة ما يقدر يعتقلهم لأنه وزير من ذيول إيران. نعم شكرا جزيلا سيدة أم علي من بغداد. أبو سعد من عبادان، تفضل حياك الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا أخي محمد؟ حياك الله. أهلا وسهلا. حياك الله في دين. أهلا وسهلا حياك أخي. لا دام العراق تأسس من 30 حزب، فهذول الأحزاب جميعهم منتمين إلى إيران. نعم. فشلون تريد يعني يسيطرون على الأمور بذاتها؟ والله ما إحنا مخالفين زيارة أبا عبد الله الحسين، لكن الإمام الحسين
ونفس النبي صلوات الله وسلامه عليه ما قابلين على هذا الشيء يهدي بالعراق. والله شلون يعني واحد سفير يخلي رجله في هاي الأرض الطاهرة لو سارق لصوص لو ناقل مخدرات لهذا الشباب العراقي؟ طيب احنا اليوم عرضنا يا سيد ابو سعد، اليوم عرضنا في بداية الحلقة عمليات أمنية تقول ميليشيا الحشد أنها تنفذ ضد خلايا حزب البعث وقيادات وأفراد أو أعضاء منتمين الحزب البعث المحظور، اللي هو بال 2005 بلشوا عليه قانون الاجتثاث، ما بقوا أي واحد إلى علاقة بحزب البعث من قريب ولا من بعيد اللي اعتقلوه، طردوه من الوظيفة، حاربوه، منعوا عنه الراتب التقاعدي، وغيرها وغيرها من هاي الأمور اللي صارت، غير اللي تم تصفيتهم من أعضاء حزب البعث أو اللي كانوا منتمين. العراق بعد من 2005 إلى اليوم، هاي إحنا طيلة هذه السنوات ما شفنا وجود حقيقي لما يسمى بحزب البعث بعد. حتى اتهموا شباب تشرين اللي هم أعمارهم 17 سنة في عام 2019 اللي هو انولد وراء الاحتلال بسنتين، اتهموا بأنه بعثي وخلايا نائمة. ما كافي هاي المسرحية على العراقيين اللي أصبحت عندهم شماعة يعلقون عليها أخطائهم وفشلهم، أنه والله حزب البعث موجود فدريد نحاربه حتى نبعد خطره عن الزيارة الأربعينية، في حين هم ما يبعدون خطر الإيرانيين عن العراقيين. أبو سعد تفضل. يا أبو سعد أخي، هاي كذوبة يكذبونها على حزب البعث. يا ريت الآن حزب البعث موجودين كان نشوف شلون العراق راح يتطور مثل البلاد الآخر، مثل الأمارات، مثل المملكة العربية السعودية. لكن أنتم عندكم دولة ضعيفة، بالذات ضعيفة. أنا مال هذه المنطقة وكلمت من نفس المنافذ مالات الشلمشة. والشذابة يا أخي، أنا عندي ولد بالجواد مرتين راح ورجع النوب، بعدين انطاف صديقه هم رجع وراح للكربلاء ورجع. لا يكذبون قدامهم ولا يعينون عليهم وين رايح وين جاي، حتى اذا ماخذ كل شيء وياه ما حد كذاب الطريق. يا اخوي يا عزيزي، الضعف منكم انتم، انتم سووها متناوبه مثل المملكه العربيه السعوديه اللي يروح للعراق بعد سنتين لازم، لو ثلاث سنوات لازم يروح مره ثالثه. شكرا جزيلا سيد ابو سعد من عبادان، ويانا ابو فهد من بغداد. تفضل سيد ابو فهد. السلام عليكم. شلون استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. اول مره بالعربي. اهلا وسهلا، حياك. حياك الله. استاذ محمد، اليوم احتلال يعني احتلال للسواح الايرانيين للعراق. نعم. سيد ابو فهد، سيد ابو فهد ارجو منك تغير مكانك، الصوت بمشكله لو سمحت، اذا تقدر تغير المكان اللي انت بيه، ربما الشبكه هي السبب. سيد ابو فهد من بغداد، أرجو من حضرتك أبو فهد تعاود الاتصال بينا مرة ثانية، لأنه طبعا بعد أن نغير مكانك ربما المكان هو السبب، لأنه الصوت بمشكلة. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من فقرات في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر لدينا وهو ملف الفساد والمشاريع الوهمية والمتلكئة. عانى العراق كثيرا من المشاريع الوهمية بعد غزو الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، والذي تسبب بخسارة مليارات الدولارات. من بين هذه المشاريع التي أفقدت العراق هذه المليارات ما تم تسليط الضوء عليه مؤخرا من قبل ناشطين في محافظة البصرة، هو مشروع المجمع الطبي للتحليلات المرضية في منطقة المعقل، والذي وضع حجر الأساس أو وضع حجر الأساس فيه عام 2015 في فترة حكومة حيدر العبادي، وخلال تولي بيان جابر صولاغ حقيبة وزارة المالية بوجود محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي، كما هو مثبت على حجر الأساس الذي لم ينجز منه أي شيء حتى هذه اللحظة. خلونا نشوف.
يعني اليوم 8/9 في طريق الى محطة قطار المعقل اكتشفت هذا المشروع الوهمي اللي تم وضع حجر الاساس من 2015 في زمن حكومة الدكتور حيدر العبادي وبرعاية السيد وزير النقل السابق باقر جبر صلاق اللي دائما يتكلم ويتحدث من نزاهة والوطنية ومحاربة الفساد، وفي زمن المحافظ السابق ماجد النصراوي والملقب لدى أغلب البصريون بماجد طفرة من الجسر وطفر، مثل ما قاعد تلاحظ هذا المشروع مقابل محطة قطار المعقل مباشرة. من المسؤول عن هذا المشروع؟ هذا المشروع الوهم هذا طبعا تم التعاقد مع المقاول واعطاء المبلغ الكامل وهم اخذ الفلوس وشرى هذا، مثل ما قاعد تلاحظ شوف ساحه عباره عن ساحه فارقه. شوف هذا المشروع، من الذي لديه الشجاعه من نواب البصره ومن حكومه البصره المحليه في كشف فساد هذا المشروع؟ طبعا وزير النقل كان بيان جبر صلاح. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام التعليقات اللي وردت بشأن هذا الموضوع. أبو حمزة يقول: ثلاثتهم دمروا البصرة وظلموها، الله يلعنهم ويخزيهم في الدنيا قبل الآخرة. عندنا تعليق من علي يقول: شلون ثلاثة؟ بس الله يستر منهم، هذول الشيطان يدخل عندهم دورة ويتعلم دروس. حسان يقول: لغفهن ماجد النصراوي صاحب عموري وتلقاهن باستراليا. عمر يقول: ترى حجر الأساس أهم من المشروع نفسه، يتهكم عمر. أبو فهد من بغداد مرة ثانية عاود الاتصال، حياك الله أبو فهد. السيد أبو فهد من بغداد موجود ويانا؟ يبدو ما موجود. طيب أبو علي من بغداد. رحم الله والديك أبو علي، حياك الله أبو علي، تفضل. السيد ابو علي من بغداد، حياك الله يا ابو علي، تفضل. ابو علي من بغداد. نعم نعم، اهلا وسهلا. الله يسلمك، حياك الله. لحد الان وصل عدد الحجاج 30 مليون. منين جبت هذا؟ منين جبت هذا الرقم 30 مليون؟ وقاع المحافظ. تمام ماشي. محمد انتم بعيدين عن الزيارة مال 40 من 6 اشهر. طيب انتم بعيدين. نعم نعم. ايش بيها ايش بيها الزيارة الأربعينية؟ 40 ليش ما طلعوا معي اشوفها كذا؟ ليش بعيدين؟ طول من عندها من السماء للأرض. يا عمي الله يخليك، هذا شالينا احنا بالزياره الاربعينيه اليوم. احنا اليوم موضوعنا مو على الزياره الاربعينيه، موضوعنا اليوم عن الايرانيين اللي حضرتك تسميهم حجاج، اللي عباره عن مجموعه من الحراميه من مدمنين المخدرات من اللي طابين بدون تفتيش وبدون رقابه. انت ايش مدريك هذا ايش جايب جوا العبايه؟ جايب سلاح، جايب مخدرات، غير تعتب على الدوله. اسمعني، غير تعتب على الدوله. اسمعني، غير تعتب على دولتك وعلى هذا الحشد وعلى أمنك، أنه المفروض تكون أكو حدود يصير بها تفتيش وفحص للأوراق الرسمية وتفتيش للداخل إلى العراق. إيش مدريك أنت ذولش جايبين اليوم؟ ممكن توصل هاي المخدرات لابنك علي أو البناتك أو الأحفادك. إيش مدريك هاي المخدرات أو هذا السلاح اللي ديطبوا ياهم ما راح يوصل لأيدي خبيثة وحيأذي العراقيين. محمد تفضل. انت وين عرفتكم يا بالمخدرات؟ هم جايين للامام الحسين. نعم. للجنه جايين. للجنه جايين للجنه. وهذا حلال. وهذا وهذا المخمور هذا اللي عرضناه قبل شويه اللي دي الطاطح ما, ما ما يقدر يلزم نفسه من من السكر او من المخدرات، هذا شنو هذا جاي للحج هذا؟ هذا واحد. طيب ذولا اللي بكربلاء، ذولا اللي بكربلاء اللي دخلوا بالتريله فلشوا سور مدرسه، ذولا جايين لزياره الحسين؟ هاي اخلاقيات الحسين؟ يا اخي يا زحمه، ماكو بالعالم استاذ محمد، ماكو بالعالم ماكو. نعم بالعالم ماكو شنو؟
امكانه قويه ثاني مليون ماكو من الحلال. هسه انا اسالك سؤال الحجاج اللي تقول تسميهم حجاج اللي يدخلون الى العراق، ليش بكربلاء فلشوا سور المدرسه ذول الايرانيين؟ ليش ضربوا مواطن عراقي دموه؟ وهذا المقطع انعرض قبل كم يوم. ليش هذا واحد منهم باق محل مال فضه والثاني سكران بمحل مال غذائيه؟ ذولا شنو ذولا؟ كلهم هذه نسبه العاله واحد ودوله ضعيفه. نسبه ضعيفه؟ دوله ضعيفه واحد من 5 ملايين و25 مليون عراقي. نعم. يعني انت مصر انه اللي صار من دخول الايرانيين بهذا الشكل الفوضوي اليوم بالله تقدر انت وبقيه العراقيين تدخلون بدون تفتيش الى ايران؟ تقدر؟ لا لا في سوى احنا انا سؤالي واضح لحضرتك لو سمحت. هل تقدر اليوم تدخل الى ايران انت وبقيه العراقيين دون ان تخضع الى تفتيش والى تدقيق الاوراق الرسميه؟ استاذ محمد احنا واحد أنت لحظة لحظة يعني أنت تقبل أنت تقبل بلدك يكون مفتوح رايح جاي طبي من هب ودب وأنت ممنوع عنك تدخل إلى ذيك البلدان بنفس الطريقة؟ شلون ترضاها؟ لا لا ما أقبل أستاذ محمد. الحكومة الفاشلة. نعم. طيب أنا أشكرك سيد أبو علي من بغداد، شكرا جزيلا. الحكومة الفاشلة كل شيء يطلع من جوائدها وكل شيء متوقع. طالما هي فاشلة وفاسدة فتوقع أنه هاي المسرحيات مال حزب البعث وقضية دخول الإيرانيين بدون تفتيش وبدون محاسبة وبدون متابعة وبدون تدقيق أمني كله وارد. والإيراني اللي يدخل طالما أنت ما فتشته فأنت ما تعرف هو الشايل وياه، الجايب وياه من بلاوي للعراق، فشلون تسميهم ذولا زوار الحسين اللي المفروض يقتدون بأخلاقيات الإمام الحسين عليه السلام؟ مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.